الأستاذة منى كريم أستاذة قانون دستوري، وهي مستشارة رئيس مجلس النواب الأسبق السيد محمد ناصر. مرحبا بك سيدة منى. مرحبا عسلامة، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. السيد المشيشي، هل هو رئيس حكومة مكلف أم رئيس وزراء مكلف من وجهة نظر قانونية؟ ما فماش حتى فرق بين رئيس حكومة ورئيس وزراء، يعني تسمية تختلف لك، المعنى واحد. الفرق هو بين رئيس حكومة ووزير أول. نعم. رئيس الحكومة هو اللي عنده حرية أكثر في قيادة الدولة من الوزير الأول. علاش؟ على خاطر كي نرجعوا الدستور 59 عفوا نشوفوا اللي الوزير الأول كان ينفذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية، مجرد منفذ لسياسة يضبطها رئيس الجمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية. مع دستور 2014 نعيش مشهد سياسي آخر، مشهد جديد في الساحة السياسية وفي التاريخ السياسي التونسي، اللي هو ثنائية السلطة التنفيذية اللي فيها الحكم منقسم بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة. صحيح كونه طريقة توزيع الاختصاصات اللي وردت في الدستور ما تمشيش في اتجاه التوازن بيناتهم، يعني هنالك انخرام في التوازن في توزيع الصلاحيات، غموض في توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. صحيح كونه مختلف الفصول الموجودة في الدستور المتعلقة بالباب اللي الخاص برئيس الحكومة يعطي معظم الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة من كونه يضبط السياسة العامة للدولة، خلافا لما كان معمول به في دستور 59. لكن في نفس الوقت الدستور 2014 ما جعلش من رئيس الجمهورية هو الحكم في السلطة، يعني ما عطاش لرئيس الجمهورية اختصاصات ينفرد بها لوحده، لكن معظم الاختصاصات اللي اعطاها له هي يمارسها بصفة تشاركية نوعا ما مع رئيس الحكومة. وبالتالي كيف ناخذوا من الناحية النظرية طريقة توزيع الاختصاص نلقاوها مش يتم تطبيقها بنفس الطريقة في كل المناخات السياسية المتعاقبة في تونس من 2014. يعني نجم التوزيع هذا يمشي لصالح رئيس الجمهورية إذا كان رئيس الجمهورية هو اللي اختار رئيس الحكومة، يعني مش يكون فما اتجاه نحو سيطرة معينة لرئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية. الأمر يختلف إذا كان رئيس الحكومة لم يتم اختياره من طرف رئيس الجمهورية، وهنا المشهد السياسي يختلف. أيضا الأمر مرتبط بشخصية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يعني هذا الكل باش نقول اللي فما عوامل خارجية متأثرة خاصة بالمشهد السياسي اللي تفرز الانتخابات هو اللي حدد طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكن نعاود ونأكد كونه إذا كان تم اختيار رئيس الجمهورية من طرف رئيس الحكومة فهذا مش يؤدي معناتها حتميا بصورة حتمية، خاصة في غياب السند البرلماني الواضح، مش يؤدي حتميا إلى سيطرة لرئيس الجمهورية على مفاصل السلطة وخاصة السلطة التنفيذية. ألا يعتبر هذا انقلاب على مضمون وروح الدستور اللي أقر نظام برلماني وأقر صلاحيات كبيرة للمؤسسة التشريعية على حساب مؤسسة رئيس الجمهورية؟ يعني قلت لك الأمر ماهوش مرتبط بقراءة نظرية للدستور، لكن لابد من أن النظرية العامة الموجودة للحكم الموجودة في الدستور يتم تكييفها على أرض الواقع، والواقع ما يخليش طريقة ممارسة الحكم هي نفسها. يعني إذا ما كان رئيس الحكومة معين أو مكلف من طرف رئيس الجمهورية أو كان معين من طرف البرلمان، ما زاد المشهد تعقيدا والممارسة تعقيدا هي غياب أغلبية واضحة منسجمة داخل البرلمان اللي هي باش تعطي السند السياسي لرئيس الحكومة. اليوم للأسف نلاحظوا أنه فما انخرام كبير في التوازن داخل السلطة التنفيذية بين رأسي السلطة التنفيذية، خاطر ولينا نحكي على ثنائية السلطة التنفيذية. نعم. بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، التوازن كاد يكون مفقودا اليوم بين السلط وحتى داخل السلط.
نعم، فما افتراب في قائمة الوزراء، هذا ما أشار له السيد راشد الهنوشي رئيس مجلس النواب عقب استقباله بعد ظهر أمس من لدن السيد رئيس الجمهورية. الافتراب هذايا إلى جانب ممكن إعفاء أو الإبقاء على السيد وزير الثقافة المقترح، وكنا أشرنا إلى ذلك، الافتراب يتعلق باسم السيد وزير التجهيز المقترح. أي. القائمة اللي أعلن عليها السيد رئيس الحكومة وتمسك بها فيها اسم السيد كمال الدوخ كمرشح لتولي حقيبة الوزارة هذه. مجلس النواب القائمة اللي وصلت له من مؤسسة رئاسة الجمهورية فيها كمال أومنزين. نعرف أنه اليوم من المنتظر أنه مكتب مجلس النواب يبت في الوضعية هذه ويشوف أنه القائمة اللي باش يتم اعتمادها، لكن القانون هنا والإجراءات القانونية على شنو تنص بالضبط؟ هو الدستور ما تعرضش لمسألة القائمة هذه والنظام الداخلي كيف كيف، لكن فما مبادئ نلتجهولها لتفسير الوضعية هذه. نعم. المسألة الأولى متعلقة بالأجال الدستورية، يعني الفصل 89 اللي يتحدث على تكليف الشخصية الأقدر أعطاه أجل شهر غير قابل للتجديد لكي يقدم رئيس الحكومة قائمته إلى رئيس الجمهورية. الشهر هذا استنفذ رئيس الحكومة يعني إلا بثلاثة دقائق، ناس تقول دقيقة، ناس تقول زيد دقيقة، ناس تقول المفيد آخر لحظة في الثلاثين. نعم. يوم معناتها 24 أوت 2020، وبين نص الليل بشوي. استنفذ الأجل الدستورية الكل، وبالتالي كل تغيير في التركيبة، مانيش نحكي على الأخطاء المادية، تونجيها الأخطاء المادية كما اسم سيد وزير التجهيز كان يمكن تصحيحه الخطأ هذا على خطره خطأ مادي، خاصة وأنه البارح في الاجتماع اللي عقده سيد رئيس الحكومة المكلف استدعى سي كمال كمال هكا. نعم، سي كمال الدوخ وما استدعاش سي كمال أم الزين. بالتالي كل تغيير يطرأ على التركيبة يعتبر يجعل من هذه القائمة خارج الأجال الدستورية. هذاك علاش أنا حسب رأيي، وهذا رأيي يلزمني أنا في قراءتي الخاصة للوضع هذا، أعتبر أنه لا يمكن إدخال أي تغيير على التركيبة خارج الأجال الدستورية، وإلا هذاك مش يؤدينا إلى مشاكل حول قانونية ودستورية القائمة. ما هي القائمة اللي منجموش نعملوا عليها تغيير؟ هل القائمة اللي أعلنها رئيس الحكومة المكلف أو القائمة اللي أرسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب؟ أين هي القائمة القانونية؟ القائمة الرسمية التي تم إرسالها من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة إلى مجلس نواب الشعب. القائمة هذه فيها السيد كمال أم الزين اللي ما حضرش يوم أمس الاجتماع مع الوزراء المقترحين صلب حكومة المشيشي، وكذلك معناها نشوفوا إصرار من الصفحة الرسمية اللي أيضا رئيس الحكومة المكلف ومكتبه الإعلامي على معناها عن المقترح الأول الخاص برئيس الحكومة المكلف. علاش قلت لك فما أخطاء مادية يمكن تجاوزها؟ كان بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال، على خطر هي الجهة الوحيدة المكلفة أو المؤهلة عفوا إلى مراسلة بمراسلة رئاسة المجلس، فما كان رئاسة الجمهورية اللي تجم تراسل. اليوم السيد هشام مشيشي ما عندوش صفة قانونية، ما عندوش صفة دستورية، ومازال ما خذاش الثقة، ما نجمش يتخاطب، ما هوش سلطة باش تتخاطب مع المجلس. إذا الجهة الوحيدة المؤهلة لمخاطبة مجلس نواب الشعب ومراسلته هي رئاسة الجمهورية. كان من الممكن ومن السهل جدا إذا كان فما اتفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول اسم وزير التجهيز أن تتم مراسلة المجلس مجلس النواب من طرف رئاسة الجمهورية لتصحيح الخطأ المادي، قلهم تسرب خطأ إلى القائمة التي تم إرسالها يوم كذا كذا، ونوافيكم بمراسلة ثانية تتضمن اسم الشخصية المقترحة لتعويض فلان فلان، ولم يتم ذلك. وفما إصرار أيضا على القائمة المقدمة من رئاسة إصرار الجمهورية، يعني هنالك خلاف واضح في الاسم هذا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. اليوم رئاسة الحكومة إنه من المؤهل قانونا إنه يقترح، خلينا نفهم، يقترح شنو؟ يقترح اسم السيد المكلف بوزارة التجهيز. بالطبيعة رئيس الحكومة المكلف. وقانونا من مكلف بإرسال القائمة؟ رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية. كيفاش نفصلوها توا هذه؟ ما لا موجود الحل، لا ما فماش أزمة ما عندهاش حل. نعم.
انا قلت لك مادام رئاسه الحكومه تو ما عندهاش صفه قانونيه باش تراسل وباش تصلح وباش تخاطب. نهار اللي تحصل على الثقه سي هشام المشيشي تحصل على الثقه باي حكم باي تركيبه؟ احنا الثقه تتعطى على اساس برنامج ما تتعطاش على اساس اشخاص. راه ينجم يمشي بالتركيبه اللي تم مراسله المجلس بها فما حتى مشكل، ثم يقوم بالتحوير اللي يخوله له الدستور في الفصل 92. يعني وقت اللي تحصل على الثقه من مجلس نواب الشعب يصبح مكتمل الصلاحيات وتولي عنده صفه قانونيه، ياخذ الثقه، يتم اداء اليمين، ثم يجري التحوير الذي يراه صالحا على كل الحقائب الوزاريه اللي تدخل في اختصاصه، ما عدا ناكد هوني على احترام الاختصاصات، ما عدا اختصاص وزارة الدفاع والدفاع اللي يتم فيهم التشاور مع رئيس الجمهورية، عدا الحقيبتين هذوما كل الحقائب الأخرى رئيس الحكومة دستوريا نحكي له حرية في أن يقيم أو يجري عفوا التحوير الذي يراه مناسبا على تركيبة الحكومة. مع العلم وهنا نحب نضيف ملاحظة كنت ديما نأكد عليها أنا حتى وقت اللي كنت نخدم في المجلس، أنه رئيس الحكومة غير مجبر دستوريا، نحكي بالدستور مانيش نحكي بالنظام الداخلي للمجلس، غير مجبر على أنه يتقدم لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة في حالة إجراء تحوير وزاري. علاش؟ على خاطر هو تحصل على الثقة على أساس برنامج قدمه ومش على أساس أشخاص. لكن نعم. للأسف النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ارتأى عكس ذلك ويقول أنه في حالة التحوير لابد من المرور أمام مجلس نواب الشعب. نرجع لك دكتور أيمن بوهانمي في تفاعل مع الأستاذة منى كريم، تفضل. هو التفاعل وسؤال بعد إذنك. التفاعل هو أني نثمن أنها ركزت على موضوع المناخ السياسي، لأنه في العلوم السياسية نقول أن النظام التونسي اللي هو فيه يسميه هجين، هو يسمى مختلط، نظام المختلط هذا عادة ما يكون فيه نزوع إلى المرونة، وهذا جوفاني سارتوري الباحث السياسي المشهور يقول أنه أفضل الأنظمة السياسية للانتقالات الديمقراطية بحكم مرونته، بشرط أنه النظام الانتخابي يوفر حد أدنى من الأغلبية اللي تنجم تحكم. النظام السياسي التونسي إما أن يكون رئاسي برئيس ضعيف، وإما أن يكون برلماني برئيس قوي، وهذا هذا حسب مصطلحات العلوم السياسيه. ونغلق القوس، مرونه النظام السياسي التونسي راهي ماهيش سلبيه كما يروجوا الكثيرين، هي بالعكس حسب الناس اللي تدرس دي فاسون امبيريك بشكل تجريبي الانتقالات الديمقراطيه تقول لك هي افضل النماذج، ولكن بشرط انه النظام الانتخابي يكون فيه حد ادنى من العقلانيه. هذا بالنسبه للتفاعل. بالنسبه للسؤال اللي حبيت نوجهه لها، كيف يمكن توصيف ما قامت به رئاسة الجمهورية؟ من لأنه يعني واضح أنك أنت أستاذة قلت أنه خطأ مادي، ولكن خلينا نقول أنه ربما ما هوش خطأ مادي، ربما تعمد تغيير. لو أنه رئيس الحكومة المكلف يقدم تشكيلة المرة هذه تغير اسم، وعلاش ما يتغيروش خمسة وستة وسبعة؟ فإذا يحصل هذا كيف نصنفه قانونا، ومن هو الذي له الصفة باش يحاسب رئاسة الجمهورية وباش يذكرها بأن اختيار الوزراء هو من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف؟ شكرا على التفاعل متاعك سي إبراهيم. سي أيمن عفوا، شكرا على التفاعل متاعك، وأنا مانيش مختلفة معك في تصنيف الأنظمة السياسية اليوم اللي تجاوزتها الأحداث التصنيفات الكلاسيكية للأنظمة السياسية. اليوم أصبحنا نتحدث عن التوازن بين السلطات، ولم نعد نتحدث عن الفصل بين السلطات. بالنسبة للتساؤل متاعك، أنت قلت تعمد، أنا ما نحكمش على النواة، ما نقولش فما تعمد أو عدم تعمد، أنا نحكم على الاختصاصات اللي يذكرها الدستور. اليوم في الدستور متاع 2014 تحديد الأسماء عفوا هو من اختصاص رئيس الحكومة، ما هوش من اختصاص رئيس الجمهورية. وإذا رئيس الجمهورية يبدل شنو عملنا؟ اسمع فيه، تفضل. إذا رئيس الجمهورية يبدل أكثر من اسم خمسة ستة، يعني أيه. نحكيو على المستقبل، ما هوش ممكن، ما هوش دستوري، هذا ما هوش من صلاحيات رئيس الجمهورية باش يغير الأسماء. ما هوش هو اللي غير الاختصاص هذا متاع تركيب تكوين الحكومة وتشكيل الحكومة، هو من اختصاص رئيس الحكومة.
هذا في النص الدستوري، لكن الواقع إذا كان خاصة رئيس الحكومة مكلف من طرف رئيس الجمهورية يمكن يؤدي إلى اعتبارات أخرى، لكن لا يصل ذلك إلى حد التعدي على اختصاصات رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية. هاني قلت لك ربما الموقف هذا متاع رئيس الجمهورية واستقبال أيضا سي زيدي وزير الثقافة لتثبيته يمكن قراءته من الناحية القانونية، أو أنه موقف من طرف رئيس الجمهورية بأن القائمة التي يتم اعتمادها هي القائمة الرسمية التي تم إرسالها من رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك رئيس الحكومة له الحرية في إدخال التحويرات التي يراها مناسبة. ويمكن زاد سياسية على أنه تعدي على الصلاحيات. كيفاش؟ ولكن يمكن قراءته سياسيا على أنه تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. أنا من نتكلم على تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف إلا بعد أن ينال رئيس الحكومة الثقة وتولي عنده القدرة على اختيار الفريق متاعه بكل حرية. لكن إلى حد الآن نجم نقولك اللي رئيس الجمهورية ما عندوش الحق دستوريا باش يسمي، وما عندوش الحق هو باش يختار أسماء اللي هي ترجع يعود الاختصاص فيها إلى رئيس الحكومة. طيب أستاذة منى كريم بصفتك أستاذة قانون دستوري، لهنا شنو يقول المشرع فيما يخص المصادقة على الحكومة؟ هل مباشرة بعد المصادقة على الحكومة برمتها لرئيس الحكومة وقتها اللي باش يكون مباشر بعد التنصيب أنه يغير، وإلا كيما مجلس النواب من نجم يسحب الثقة كان بعد مرور 6 أشهر رئيس الحكومة المكلف يلزم يخلي وقت للوزراء متاعه ينجم يتعامل معهم يخدم معهم ليه ثم يعمل التغييرات هذه. به أنا نحب هوني نبين نقطة قاعدة متداولة جدا، هي حكاية 6 أشهر هذه راهو ما فهمش منها في الدستور. راهو 6 أشهر هذه أجل لحل البرلمان بعد أول انتخابات تشريعية، ما عندكش الحق تحل البرلمان قبل انتهاء 6 أشهر، لكن لا علاقة لها بصاحب الثقة من الحكومة أو بصاحب الثقة من أحد الوزراء أو بإقالة أحد الوزراء، فماش أجل في الحكاية هذه. وبالتالي إذا تحصلت الحكومة على الثقة وتم أداء اليمين، على خاطر ما تنجم تبدأ تباشر العمل متاعك زادة إلا بأداء اليمين اللي هو إجراء شكلي لكنه جوهري، يمكن لرئيس الحكومة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة، على خاطر هذا فريقه هو اللي باش يخدم معاه. إذا كان ما فماش انسجام بينه وبين الفريق متاعه فماش إمكانية باش نتقدمه بالبلاد وباش يخدم بكل أريحية. عنده الحرية التامة وهو غير مرتبط بأي أجل دستوري. لهنا السيناريو اللي ممكن يساعد الأجواء أو ممكن العباد أخرين نجم يحلها هو سيناريو عدم نيل الثقة بالنسبة للحكومة المقترحة. شنية السيناريوات الموجودة وشنية الاحتمالات؟ وإذا كان باش نتحدث على إعادة انتخابات تشريعية، هل باش تكون بنفس القانون الانتخابي أو النجم قبل ما تتعاود الانتخابات يكون فما صياغة أخرى للانتخابات الجديدة؟ به هنا في حالة عدم الحصول على الثقة رئيس الجمهورية له إمكانية حل البرلمان. صحيح أن الدستور استعمل عبارة إمكانية لكن ما عطاش فرضية أخرى، معناتها خلاها ذيك الإمكانية الوحيدة. يعني هل لرئيس الجمهورية أو على رئيس الجمهورية حل الإمكانية البرلمان؟ أنا نتصورها ب لرئيس الجمهورية، يعني هي إمكانية لكنها هي الإمكانية الوحيدة بعد فشل كل المحاولات. بالطبيعة هي الإمكانية الوحيدة، وبالتالي من الأرجح أنه في حالة عدم حصول الحكومة المقترحة على الثقة يتم حل البرلمان. لكن هنا نحب نبين زادة اللي الدستور مربطش رئيس الجمهورية بأي أجل لحل البرلمان، ينجم يحلو اليوم، ينجم غدوة، ينجم بعد شهر، بعد عام، ماهوش مرتبط بأجل. لكن إذا قرر حل البرلمان لابد من تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوم وأقصاه 90 يوما، وفي الأثناء تواصل حكومة السيد إلياس الفخفاخ العمل متاحها. لكن هي حكومة، أنا منحبش نستعمل كلمة تصريف أعمال خاطر ذكرت قبل ما معنى تصريف الأعمال، وقتاش نتحدث على حكومة تصريف أعمال إلا في حالة الفصل 100 يعني شغور رئاسة الحكومة. لكن هي حكومة منقوصة المشروعية، ما عادش عندها مشروعية، علاش؟ خاطرها مستقيلة. وبالتالي بالنسبة للخارج، بالنسبة للمستثمرين، حتى بالنسبة للداخل، ما عادش عندها المشروعية، ما نقول الشرعية، المشروعية، لا ليجيتيميتي الكافية أنها
تاخذ القرارات وتخدم وتلزم الدولة بالتزامات كبيرة، يعني مش تكون مبتورة الاختصاصات، وبالتالي البلاد ما تتحملش الوضع هذا. لكن حكيت لي أنت على القانون الانتخابي، نمشي للانتخابات الجديدة بالقانون الانتخابي جديد في حالة حال البرلمان. شو يجرى في حالة حال البرلمان؟ يولي رئيس الجمهورية يحكم بالمراسيم. هل المراسيم هو ورئيس الحكومة، هل المراسيم هنا تنجم تعطينا قانون انتخابي فوالا ونظام سياسي جديد، وإلا حتى المراسيم مقيدة بمجالات معينة؟ هذا التصفص 70 والدستور يقولوا وتستثنى من مجال المراسيم القوانين الانتخابية. يعني إذا تم حل البرلمان لا يمكن تغيير القانون الانتخابي باش نعاودوا بنفس الانتخابات، إذا نفس المشاكل ونفس النتيجة. المشهد السياسي ربما يتغير لكن جزئية. الأزمات متاعو مش تقعد هي لهنا. هل يمكن في الفترة هذه اللي تتحل فيها الحكومة الدعوة إلى استفتاء لتغيير القانون الانتخابي؟ نعرفوا أن المراسيم لهنا ما تبيحش تغيير نظام الانتخابي، ولكن في الفترة هذه هل يمكن أنه يتعدى استفتاء لتغيير القانون الانتخابي؟ كيف هذه حاجة لقاعدة متداولة، لكنها هذيك علاش حابينك توضحها. فوالا ماهيش صحيحة من ناحية الدستورية، لأنه ما ينجم رئيس الجمهورية يلتجئ إلى المراسيم إلا في إذا كان صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون. يعني هو وسيلة لممارسة حق الرد الاستفتاء. ما ينجم رئيس الجمهورية يلجأ إلى الاستفتاء إلا في إطار مشاريع قوانين صادقة عليها البرلمان، أما ما ينجمش يلجأ إلى الاستفتاء هكيكا من راسه من غير ما يكون القانون تمت ديجا المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب. يعني في كل الحالات إذا باش تعاود الانتخابات باش تتعاود بنفس قوانين اللعبة، وبالتالي باش تعطي نفس النتيجة، وإن اختلفت بعض الأرقام متاحة إلا أنها سيتؤدي إلى نفس إلا الأزمة. إلا في أنا ملاحظة بسيطة، إلا إذا طوالت المدة قبل ما يقرر رئيس الجمهورية حل البرلمان وقام بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب الشعب لتغيير القانون الانتخابي، وقتها ممكن. لكن إذا تقعد حكومة الفخفاخ في الوقت هذاك تقعد ضرورة. حكومة الفخفاخ، لكن إذا كان قرر حل البرلمان لا يمكن له تغيير النظام الانتخابي بتاتا. يعطيك صحة أستاذة منى كريم، أستاذة القانون الدستوري ومستشارة رئيس مجلس النواب الأسبق. نعم، فاصل ثم نواصل. شكرا. البلاد اليوم.